على تخوم سيفرودونيسك أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك شرقي البلاد، تكثف روسيا حشودها العسكرية. مسؤولون في كييف أكدوا أن القوات الأوكرانية تتصدت لهجوم روسي على المدينة، لكنها واجهت وابلا من قذائف المدفعية الثقيلة الروسية التي أدت إلى تدمير عشرات المباني السكنية. هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن معارك عنيفة تدور حول العاصمة الإقليمية دونيتسك، موضحة أن القوات الروسية عززت وحداتها في منطقة ليمان. يشن العدو هجمات على دونيتسك مستخدما قواته البرية والصواريخ والمدفعية والحرب الإلكترونية، كما يقوم بتعزيز وحداته واستخدام طائرات مقاتلة بالقرب من ديبروفا، ويسعى للحصول على موطئ قدم في منطقة ليمان. كما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية نجاحها في إجبار القوات الروسية على التقهقر في منطقة خيرسون الجنوبية التي تحتل روسيا معظمها، مؤكدة أنها شنت هجوما مضادا في 3 قرى على الحدود مع إقليم ميكولايف المجاور. من جانبه المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال إن صواريخها أصابت مستودعا يقع داخل إحدى الشركات الصناعية في مدينة كريفيريه شرقية أوكرانيا. وفي خضم المعارك المحتدمة في شرقي البلاد، توجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي إلى خاركيف في رسالة تحد جديدة للقوات الروسية الغازية. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا من كييف ضياء الناصري. ضياء، احتفال روسي بانتصار في دونباس، تكثيف القصف أيضا، وفولودومير زيلينسكي في خاركيف، أجمل لنا آخر تطورات الميدانية هناك. أعتقد المعارك في دونباس لم تحسم حتى الآن، ربما الاحتفال الروسي هو استباقي أو في إطار يعني الحملات الدعائية والإعلامية المسبقة ومحاولة الحرب النفسية المسبقة. بكل الأحوال هي المعارك شبه محسومة، يعني ربما ساعات أو خلال يعني 24 أو 48 ساعة القادمة سيتم الإعلان عن انتهاء المعارك في دونباس. هناك أيضا أود الإشارة إلى موضوع التسليح. السفير الأوكراني في واشنطن تحدث عن ضرورة عدم تسليح أوكرانيا بسلاح بعيد المدى، وتمنى السفير على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تأخذ بحسابها أبعادا أخرى لهذا الموضوع. ربما كان يشير إلى أمور على الأقل بالنسبة لي لم تكن واضحة حينما اطلعت على يعني معلومات أخرى عن إحدى الصحف الغربية الأوروبية تتحدث عن مخاوف لدى الغرب، لدى أوروبا، بتسليم بعض السلاح إلى أوكرانيا لتكرار المخاوف من تكرار ما حصل قبل 30 عام من تسليح بعض يعني الناشطين أو المحسوبين على الحكومة الأوكرانية، وهذا السلاح بحسب هؤلاء الغربيين ذهب إلى جماعات متشددة واستعمل في عمليات تصفيات جسدية وتشكيل مافيات أو مجاميع إرهابية بحسب هذه يعني أصحاب هذه المخاوف. أيضا موضوع السلاح والمعنويات والحرب المعنوية، اليوم الرئيس زيلينسكي زار القطاعات الأمامية بحسب ما نشرت له بعض الصور وهو يصافح بعض الجنود في أماكن تبدو مغلقة في مدينة خاركييف، وهو يحاول أن يعني يبث الروح المعنوية إلى هؤلاء المقاتلين، كما قال أنهم المتواجدين في الخطوط الأمامية للجبهات. إذن نحن أمام مجموعة يعني نشاطات تندرج في إطار الحرب المعنوية أو الحرب النفسية من الجهتين، يعني من الجانب الروسي والأوكراني. ضياء الناصري من كييف، شكرا لك.